بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى على قناة الأستاذ في سلسلة شرح دروس مادة الرياضيات. في هذا الدرس سوف نتحدث حول النشر والتعميل والمتطابقات. في الدروس الماضية تحدثنا حول مجموعة الأعداد المجموعات، وتحدثنا أيضا حول القوى، وفي هذا الدرس رقم 4 سوف نتحدث حول النشر والتعميل والمتطابقات الهامة. أول حاجة غادي نتحدث عليه هو طريقات النشر، باش نعرفوا بعدا لي نوسيون ديال النشر والاعداد، عاد نشوفوا كيفاش غادي نديروا النشر. اول حاجه غنتفقوا عليها هي ا، ا و ب اعداد حقيقيه. خاصك تعرف ان ا و ب و سي اعداد حقيقيه. هذه حاجه مهمه. من بعد ما نعرفوا ان ا و ب و سي اعداد حقيقيه، غادي نتحدثوا على واحد القضيه اللي هي ا مضروبه في ب، ا مضروبه في ب راه هي نيت ا نقطه ب. هاد ا مضروبه في ب هي نيت ا مضروبه في ب وهي نيت ا ب. غير في بدايه الدرس باش نتفاهموا على هاد القضيه هذه، ا مضروبه في ب ستكون مضروبه، و ا نقطة ب راه هي نيت مضروبة، و ا ب هي نيت عمليات الضرب. مثلا كتبوش هذه في بعض العمليات حيتاش تتكون طويلة، ومع الممارسة يقدر التلميذ ولا انت تشوف هذه المضروبة ويحسب لك اكس، في حين ان هذا ضرب وماشي اكس. داكشي علاش كنحاولوا نديروا هذه الطريقة اللي هي ا ب باش نتفاداو الخلط بين اكس والضرب. غادي نبداو في العمليات. مثلا المثال ديال هذا الشيء هذا، مثلا سي ا زائد بي. مثلا سي مضروبه في ا زائد بي، هذا الشيء اللي كاين هنا راه هو الضرب. كتساوي مثلا سي مضروبه في ا، اش كنديروا لهذه؟ كنديروا سي مضروبه في ا زائد سي مضروبه في بي. سي مضروبه في ا سي ا زائد، علاش كنديرو زائد؟ حيت عندنا زائد هنا سي بي. تنشرو الرقم ديالنا. القاعدة الأولى في النشر اللي خاصك تعرفها هي سي. مثلا عندنا عدد سي ا زائد بي تساوي سي ا، كيف ما درنا هنا سي ا او لا اسي، حيتاش الضرب تبادلي. سي ا او لا اسي هي نفس بحال مثلا الا ضربتي 2 في 4 تساوي 8، و 4 في 2 راه هي 8، الضرب تبادلي. سي ا او لا اسي زائد سي بي اللي هي مثلا بي سي. نعطيو واحد المثال باش يكون داكشي واضح. مثلا نعطيو مثلا شي مثال اللي يكون تقريبا باين. 3 اكس مثلا، نعطيو 3 مثلا 3 اكس او لا 3 اكس زائد ايغريك. سي ديالنا هي 3، ا ديالنا هو اكس، و بي ديالنا هو ايغريك. شحال كيساوي؟ يساوي 3 مضروبه في اكس، 3 اكس زائد 3 مضروبة في إيكغريك، 3 إيكغريك. هذه هي طريقة النشر، البداية ديال طريقة النشر، باش تفهم بعدا وحدة وحدة باش تنوصلوا الحوايج اللي قاصحين شي شوية. هذه هي القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية هي ملي تيكون عندنا ناقص، هي راه نفسها غير البلاصة ديال ناقص، البلاصة ديال زائد كنديروا فيه ناقص فقط. مثلا عندنا سي عامل لي ا زائد ناقص ب تساوي، في نظرك شنو غادي تساوي؟ انطلاقا من العمليه الاولى اللي درنا، تساوي ا سي ناقص بي سي. تقريبا ما غيرنا حتى شي حاجه الا المكان ديال زائد درنا فيه ناقص. نفس الشيء الا بغينا نديرو مثال على هذا، مثلا نديرو 4 اكس اكس ناقص إيكغري تساوي 4 مضروبة في إكس هي 4 إكس ناقص
4 مضروبه في إيكغريك هي 4 إيكغريك. اذا هذا هو المثال ديال هذه العمليه هذه او ديال هذه القاعده هذه. دابا سالينا تقريبا هادو اللي ساهلين يعني نشر يعني غير رقم واحد اللي خاصك تنشر. دابا غادي ندوزو يكون عندك رقمين مثلا A زائد B عامل لي C زائد D مثلا. هذه عملية أخرى اللي تكون فيها أربعة ديال الأطراف كل جوج بوحدهم. إما غادي يكون عندك ناقص هنا ولا زائد يعني ماشي مشكل، كيف ما درنا هنايا راه نفس الطريقة. إلا عرفنا هذه نفس الطريقة غنجزو بها العملية الأخرى، تيبقى فقط الاختلاف في مكان ديال الإشارات. أش كتساوي هذه؟ غادي نديرو ليها النشر باش نشوفو أشنو كتساوي، حيتاش نحن أصلا في النشر. يعني أ مضروبة في سي تساوي أ سي زائد، حيتاش غننتقلو لهذا أ مضروبة في سي زائد أ مضروبة في دي زائد أ مضروبة في دي. دابا غادي ننتقلوا لهذا، غنديروا الاشاره زائد هذا الاشاره بي مضروبه في سي بي سي، ثم الاشاره اللي كاينه هنا بي مضروبه في دي زائد بي مضروبه في دي. هذا هو النشر ديال العمليه اللي تيكون عندها جوج ديال الاطراف. نديروا واحد المثال باش نفهموا. غادي نمسحوا هادو، نمسح حتى هذه نيت. يعني أ و بي و سي و دي دائما أعداد حقيقية، أ بي سي دي دائما أعداد حقيقية، والأعداد الحقيقية تحدثنا عليهم في الفيديو اللي فات. يعني مثلا نوضعوا شي مثال على هذا أ زائد بي عامل لي سي زائد دي. أشنو هو المثال اللي ممكن نوضعوه يكون فيه أ و بي و سي و دي؟ مثلا نوضعوا أربعة إكس مثلا زائد اثنان عامل لي مثلا اثنان إيكغريك مثلا زائد ثلاثة. كيف ما كتشوفوا هنا أ ديالنا هو أربعة إكس و بي ديالنا هو اثنان، سي اثنان إيكغريك و دي هو ثلاثة. يعني غادي نديرو تساوي شحال كتساوي؟ غادي تساوي 4 اكس مضروبه في 2 إيكغريك. ماشي غنضربوا هذا في هذا بوحدو، حيتاش ا ديالنا هو هذا كامل و بي و سي، حيتاش ا بي سي دي و سي ديالنا هو 2 إيكغريك. غنديروا ا مضروبه في سي، يعني 4 اكس في 4 اكس مضروبه في 2 إيكغريك مضروبه في، هنا غندير مضروبه في 2 إيكغريك. إلا ما بغيتيش دير مضروبة في ما ديرهاش، دير غير نقطة 4 إكس في 2 إيكغريك. 4 إكس في 2 إيكغريك، ننتقل للموالي 4 إكس في، وغادي ندير عملية زائد 4 إكس في 3، يعني 3 مضروبة في 4 إكس، 3 مضروبة في 4 إكس. ما عرفتش واش غتبان لكم هنا، غادي نحولها ليه، زائد ولا غنحول كل شيء كامل تنا نديرو تساوي هنا 4 اكس، يعني 4 مضروبه في 2 مضروبه في اكس مضروبه في اي، هذا كامل مضروبه في هذا كامل، زائد 4 اكس في 3، 4 اكس في 3 زائد، ساليت هادو غادي ننتقل للعدد الثاني اللي هو 2 في 2 اي، 2 في 2 اي زائد 2 في 3، 2 مضروبه في 3 مضروبه. وغادي نجيو دابا نحسبوا زائد 2 في 3، ما عرفتش واش كتبان لكم هذه ولا لا. اذا تساوي 4 في 2 تساوي 8. ما يمكنش نضرب اكس في ايكغريك حيتاش العددين مختلفين، ما يمكنش نضرب هذا في هذا، وهما ماشي اعداد باش نضربهم. 4 في 2 وغادي يبقى عندي، غنحسب هادو اللي معروفين وهادو ما معروفينش المجاهيل، غادي نحطهم اكس ايكغريك كيف ما هما، زائد 4
في اكس في 3، غادي ندير 4 في 3 اللي هي 12 12 اكس زائد 2 في 2 4 يغراك زائد 2 في 3 اللي هي 6. غادي نشوف هنا واش كاين شي حاجه ما نجمع، واش كاين شي حاجه ما ننقص. هنا عندي 8 فيها اكس ايغريك، غنشوف هنا واش كاينه شي وحده اخرى اللي فيها اكس ايغريك. هذه فيها غير اكس، هذه فيها غير ايغريك، وهذه ما فيها لا اكس لا ايغريك، يعني ما يمكنش نجمعهم. وهذه ايضا فيها اكس حتى وحده، هنا ما فيهاش اكس بوحده، يعني ما يمكنش، وهذا عدد بوحده ما يمكنش نجمعهم، يعني غادي تبقى على هذا الشكل، حيتاش اكس واكراك اعداد يعني مجاهيل، ما يمكنش ما غاديش نعرفهم، ما يمكنش نجمعهم الا ما عرفتهمش. هذا مثال ديال هذا الشكل، هذا يعني ديال القاعده الثالثه تقريبا. بالنسبه للعدد او لا ناقص، يعني الا درت ناقص هنا ولا درت ناقص هنا، ما كتبدل حتى شي حاجه في هذه القاعده الا الاشارات. البلاصه اللي درتي فيها ناقص تبعها لهنا كيف ما درنا قبيله هنا، ودير فيها ناقص، يعني غادي نمسحو. يعني تقريبا هذا الشيء اللي كاين، يعني هادو هما الحوايج المهمين في النشر. الى يعني سالينا النشر غادي ندوزو لعمليات التعميل ولا المتطابقات الهامه. دونك غادي نسبقو التعميل، حيتاش التعميل العكس ديال النشر، ولكن التعميل غادي خصك تعرف يعني تحفظ جدول الضرب. علاش غتحفظ جدول الضرب؟ مازال غادي نشوفوا علاش غتحفظ جدول الضرب. يعني التعميل الا انتقلنا كيف ما كتشوفوا هنا، الا انتقلنا من هنا لهنا تيتسمى النشر، والا انتقلنا من هنا لهنا كيتسمى التعميل. هذا هو الفرق بيناتهم. يعني غادي نشوفوا دابا طريقات التعميل، وغادي نعطيو عليها امثله حتى هي. بالنسبة للتعميل، القاعدة الأولى فيها مثلا نعطيو يعني نعطيو واحد القاعدة اللي هي أ أ سي زائد أ دي تساوي، عطاك هادو قال لك عملهم ليا، غادي تشوف هادوك الأعداد واش كاين شي عدد مشترك، يعني شي عدد مشترك ما بين هاد الأطراف بجوج، هذا الطرف الأول وهذا الطرف الثاني، غادي تشوف واش كاين شي عدد مشترك بيناتهم بجوج. إلا كاين شي عدد مشترك راه هذاك هو باش غادي نعمل، ما كاينش عدد مشترك غادي نشوف القواسم أولا المضاعفات ونخرج. هادشي علاش قلت لك جدول الضرب مهم جدا باش نعمل واحد المعادلة يعطيوها ليا. مثلا التعميل ديال هذا كيف ما كتشوفوا هنا، كاين ا سي ا بي، يعني عندي هنايا ا عدد مشترك، عدد مشترك بيناتهم. يعني غادي نعمل ب ا، غادي نخرج ا لبرا. الا خديت ا من هذا الطرف اش غادي يبقى ليا؟ وغادي ندير مضروبه. الا خديت ا من هنا غتبقى ليا سي، غندير هنا سي. شنو هي الاشاره اللي بيناتهم؟ عمليه الجمع. وغندير هنا زائد. الا خديت ا من هنا غتبقى ليا دي، وغندير زائد دي. يعني كيف ما كتشوفوا التعميل هو العكس ديال النشر اللي درنا في يعني في الدرس اللي فات، درنا عمليات النشر. كيف ما كتشوفوا هنا التعميل فهو يعني العكس ديال عمليات النشر. غادي ندير واحد المثال في هذا يعني في هذه القاعده هذه باش تزيدوا تفهموا بزاف. يعني عندي ندير 2 ا هو 2، 2 اكس زائد 2 ايغريك تساوي، يلا فكر شنو هو العدد المشترك بيناتهم هنا اللي باش غادي نعمل. نعم هو هذاك هو العدد 2، 2 عامل لي، غادي تبقى لي هنا الا خديت 2 غتبقى لي اكس، وعمليه الجمع هي اللي بيناتهم، واكراك هو اللي غادي يبقى لي، يعني 2 عامل لي اكس زائد اكراك. هذا هو عمليه يعني التعميل ديال هاد المعادله هذه. اذا غادي نشوفوا كيف ما قلت لكم قبيله، عندي هنا الجمع. الى درس ديال الطرح مثلا ا سي ناقص ا دي، ما تغيرت حتى شي حاجه الا الاشاره. هنا كان الجمع، وهنا كان، وهنا غادي نديروا الطرح. نفس الشيء غادي تكون هنا، غادي نعملوا ب ا، غادي تبقى لي ا عامل لي اش سي ناقص دي، يعني ما تبدلات لي حتى شي حاجه الا الاشاره. كانت هنا ناقص زائد ولات ناقص، نفس الشيء هنا زائد وغادي تولي لي ناقص. اذا غادي نعطيو مثال ايضا في هذه القاعده هذه.
اللي هي مثلا نعطيو أربعة مثلا أربعة إكراك ناقص مثلا أربعة إكس. غادي نشوفو تاني نفس الشيء، عندنا العدد أو الرقم أربعة هو المشترك بيناتهم، يعني غادي نخرجو لبرا وغادي تبقى ليا إكراك ناقص إكس. ثم هادو العمليات الساهلين، يعني ملي تيبغي يعطيك شي حاجة باينة يعني كتمشي ليها نيشان. أما إلا بغى يعطيك يعني شي عمليات اللي هما يعني هما شي شوية خاصهم التفكير، غادي يعطيك مثلا 16 إكس مثلا ناقص 8 إكراك تساوي. غادي يقول لك دير لي التعميل لهاد العددين، هذه غير شوية ديال التفكير وجدول الضرب، ماشي شي حاجة كثيرة، ولكن يقدر يعطيك شي حاجة أكثر من هكا. يعني حنا تنمشيو غير إيطاب بار إيطاب حتى نوصلو تستوعب عمليات التعميل والنشر. بعدا هذه اش غادي نديرو؟ كيف ما كنلاحظو هنا كنشوفو القواسم والمضاعفات. مثلا القواسم ديال هذا العدد 16، واش ممكن ناخذ واحد جوج ديال الارقام او لا جوج ديال يعني جوج ديال الارقام نضربهم في بعضياتهم ويعطيني 16؟ وهاد الارقام غادي خص يكونوا فيهم 8، حيتاش باش نعمل خاص هاد واحد الرقم اللي يكون هنا خاصو يخرج ليا من هنا. إكراك راه ما يمكنش نخرجو من هنا حيتاش عندي اكس، يعني هذيك باينه، بقات ليا 8. اما خاصني نلقى 8 هنا، ولا خاصني نلقى واحد الرقم اللي من القواسم ديال 8. في هذه الحاله ممكن نلقاو مباشره 8، يعني هذه باقي حتى هي سهله شي شويه. مثلا 16 شنو هي 8 مضروبه في 2 اكس ناقص 8 اي. هنا خرجت الرقم 8، يعني غادي نخرجها لبرا وغادي ندير قوس، يعني مضروبه اش بقى لي هنا 2 اكس ناقص اي. هذا هو التعميل ديال هذه المعادله هذه، يعني ديال هذه العمليه هذه. الا بغى يعطيك ثاني شي حاجه اخرى غادي يعطيك هذا الرقم، وما يكونش من يعني ما يكونش فيه واحد بحال هذا، يعني خاصك تفكك هذا وتفكك ثاني هذا باش عاد تخرج يعني الرقم اللي خاصك تعمل به. ندير واحد المثال، مثلا نمسحو هذه، مثلا نديرو غير 12، مثلا 12 اكس نديرو غير شي حاجه سهله، 12 اكس ناقص مثلا 30 اي. هنا باش غادي نعمل؟ ما يمكنش من 12 نخرج 30، وما يمكنش من 30 نخرج 12، هذه واضحه. وما يمكنش اكس نلقاها هنا، وما يمكنش اي نلقاها هنا. اش غادي ندير؟ غادي ندير تفكيك لهذا الرقم هذا، وغادي ندير تفكيك ايضا لهذا الرقم هذا باش نخرج واحد العامل المشترك اللي غادي يكون هنا ويكون هنا. اش غادي ندير؟ غادي ندير 12 شحال هي 4 في 3، 4 في 3 اكس ناقص 30 شحال، يعني هاد 30 هذه خاصنا نخرج منها اما 4 اما 3. مثلا نقدر ندير 15 في 2، ولكن 15 في 2 باش غتنفعني؟ مازال خاصني نفككها ثاني، لا 15 ما كايناش هنا و2 حتى هو ما كاينش هنا. يعني اش غادي ندير؟ خاصك تفكك ثاني، تعاود تفكك هاد 4 باش تخرج هذيك 2، يعني باش ما نعاودش التفكيك ونبقى غير غادي في التفكيك. غادي ناخذ هاد 30 نحاول نخرج منها شي واحد في هادو، يعني 3 مضروبه في 3 في 10 تساوي 30 إكراك. هنا كيف ما كتشوفوا ولات عندي 3 هنا، يعني غادي يكون عندي كيفاش ندير التعميل. غادي نخرج هذيك 3، غتبقى عندي هنايا 4 إكس ناقص 10 إكراك. راه مازال عندي هنا باش نعمل، كيف ما كتشوفوا هنا راه مازال عندي باش نعمل. يقدر هذا نردو 2 مضروبه في 2، وهنا غادي نردو 5 مضروبه في 2، وهنا خرجت ثاني 2. الا خرجت 2 ثاني من هنا نقدر نخرجها لبرا، ولكن المهم غير تستوعب يعني المفهوم ديال التعميل.
يعني كنظن تقريبا العمليه ديال التعميل يعني ولات باينه شي شويه، يعني الطريقه ديال التعميل الا عطاك على هذا الشكل هذا غادي ندوزو، يعني تقريبا هذا الشيء اللي كاين. غادي نحاولوا ندوزو للمتطابقات الهامه، يعني في درس المتطابقات الهامه غادي نحاولوا، حيتاش المتطابقات الهامه فيهم النشر وفيهم التعميل، يعني غادي نحاولوا داكشي غير سبقت النشر والتعميل باش منين ندوزو للمتطابقات الهامه تكونوا ديجا عندكم يعني واحد الباجاج في النشر وواحد الباجاج في التعميل، يكون عندكم يعني تكون عندكم واحد الفكره، ومنين غادي نديروا المتطابقات الهامه تكونوا عارفين واش كنديروا. اذا اول قاعده في المتطابقات الهامه هي المتطابقه اللي كل شيء كيعرفها، كل شيء كيعرفها ديال الاستثناء، مثلا ا ناقص ب او لا زائد ب اس اثنان، هذه كلنا كنعرفوها تساوي، اش كتساوي هذه؟ كتساوي ا اس اثنان زائد اثنان في ا في ب، اثنان ا ب زائد ب اس اثنان. منين جات هذه؟ يعني كيفاش تخرجنا من هذه نخرجوا هذه؟ نديروا واحد يعني واحد يعني نديروا طريقه منين جات، نمشيو من هذه حتى نوصلوا هذه. الا مشينا من هنا حتى لهنا كتسمى النشر، مشينا من هنا حتى لهنا كتسمى التعميل، داكشي علاش درنا بجوج النشر والتعميل. نمشيو مثلا ا زائد ب اس اثنان، نمشيو من هنا باش نخرجوا في هذه، اش كتساوي ا زائد ب اس اثنان؟ كتساوي عندنا اس اثنان يعني التعاودات جوج ديال المرات، يعني ا زائد ب جوج ديال المرات، يعني ا زائد ب عامل ل ا زائد ب. الى شفتوا هذا ا زائد ب و ا زائد ب غادي تفكروا الدرس اللي درنا ديال النشر، غادي نحاول ننشر دابا هذه باش نشوف فين غادي نخرج. غادي نحاول ننشر هذه تساوي ا في ا هي ا اس اثنان، ا مضروبه في ا تساوي ا اس اثنان، ا في ب زائد ا ب زائد ب في ا هي اني ا في ب، كيف ما قلت لكم قبيله راه ا في ب هي ب في ا زائد ب في ب هي ب اس اثنان. مزيان ا اس اثنان، هنا عندي ا ب ا ب ا ب زائد ا ب تساوي اثنان ا ب، يعني جوج ديال ا ب، ا ب زائد ا ب تساوي اثنان ا ب زائد ب اس اثنان، وهذه ا اس اثنان زائد اثنان ا ب زائد ب اس اثنان هي هذه ا اس اثنان زائد اثنان ا ب زائد ب اس اثنان. يعني هنا منين جات هذه المتطابقه الهامه. غادي نعطيو واحد المثال، نعطيو واحد المثال على هذه المتطابقة هذه، عشان نعطيو واحد المثال، مثلا نعطيو مثال ديال يكون فيه اكس مثلا 2 اكس زائد مثلا زائد 3، 2 اكس زائد 3 تساوي اس 2، عفوا اس 2 تساوي ها هي ا ها هي ب، 2 اكس زائد 3 اس 2 تساوي، يعني غادي نديرو هذه 2 اكس اس 2، 2 اكس كل اس 2 زائد 2 ا ب، يعني 2 في 2 اكس في 3 زائد 3 اس 2 تساوي 2 اكس اس 2، يعني 4 اكس اس 2 زائد 2 في 2 4، 4 في 3 12، 12 اكس زائد 3 في 3 اللي هي 3 اس 2 اللي هي 9. واش ممكن نجمع شي حاجه هنا؟ ما يمكنش، حيت شدني عندي هنا اكس اس 2، عندي هنا اكس، ما عندي هنا حتى حاجه، ما كاينش شي عدد اللي ممكن نجمعه هنا. هذا هو المثال ديال هاد المتطابقه هذه. المتطابقة الثانية اللي هي بحال هذا الشكل تقريبا، ولكن تختلف في الإشارة، كيف ما قلت لكم قبيلة عندي ا
ناقص بي أس اثنان شو ساوي؟ هي كتساوي نفس الحاجة، تغيير فقط في الإشارة. أ أس اثنان ناقص اثنان أ بي زائد بي أس اثنان. يعني إلا بغينا نعرفو منين جات حتى هذه، غادي نديرو نفس الطريقة اللي درنا قبيلة لهذه. غادي نديرو أ ناقص بي، عامل لي أ ناقص بي، وغادي نديرو النشر، عامل لكل عامل حتى نخرجو في هاد المتطابقة. هذه سهلة بلا ما نديروها. إذا غادي نحاولو نديرو واحد المثال آخر، واحد المثال آخر في هذه. كل حاجة غنديرو فيها مثال باش نحاولو نفهمو أكثر. غنديرو مثلا إكس، مثلا إكس ناقص اثنان أس اثنان، إكس ناقص اثنان أس اثنان تساوي إكس أس اثنان ناقص اثنان في إكس في اثنان، يعني اثنان في اثنان إكس. شتي داكشي اللي قلت لكم قبيلة، راه ولات إكس بحال اثنان، يعني إلا ولفتي دير مضروبة غادي يوليو يتخالطوا لك مضروبة مع إكس. تقدر مثلا مع الزربة ومع الحساب خصوصا في الامتحان تحسب اثنان مع إكس وغادي تولي واحد. يعني اثنان في اثنان إكس زائد اثنان أس اثنان اللي هو أربعة، مزيان، تساوي إكس أس اثنان ناقص اثنان في اثنان أربعة إكس زائد أربعة. واضح؟ إكس أس اثنان ناقص أربعة إكس زائد أربعة. إلا بغينا نعملو هنا غادي نعملو بأربعة، ولكن ماشي هذا هو الغرض. الغرض دابا غير نعرفوا المتطابقات الهامه، وكل متطابقه كيفاش كنخدموها. يعني هذه هي المتطابقه الثانيه وهذا هو المثال ديالها. غادي ندوزو المتطابقه الثالثه مع المثال ديالها. المتطابقه الثالثه هي على شكل هذوك اللي درنا هنا، ا ناقص بي او لا ا زائد بي عامل ل ا ناقص بي. أ زائد بي عامل لي أ ناقص بي. أش كتساوي هذه؟ غادي نشوفو أشنو كتساوي. أ زائد بي عامل لي أ ناقص بي تساوي هذه أشنو كتساوي؟ يعني غادي نشروها هنا نشوفو أش غتساوي قبل ما نكتبوها ليه. أ زائد بي عامل لي أ ناقص بي تساوي أ في أ، أ أس اثنان، أ في بي، أ في بي راه عندنا ناقص، أ بي أس أ بي، وهنا غادي نرجعو لزائد، بي في أ، هي أ في بي نيت، عاد بي يعني ناقص بي أس اثنان. مزيان، كيف ما كتشوفو هنا كل عددين يعني نفس العدد، يعني يكون عندهم نفس إشارة مختلفة. مثلا زائد 4 ناقص 4، زائد 4 ناقص 4 هي صفر. نفس الشيء هنا، أ بي أ بي، ولكن هذه زائد هذه ناقص، ناقص أ بي زائد أ بي، يعني زائد ناقص، هذه هي زائد ناقص. غادي تمشي هذه مع هذه تساوي أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان. يعني هذه غادي تساوي لنا أ أس اثنان ناقص في أس اثنان. غنديرو مثال، على هاد أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان. مثلا غادي نعطيو مثلا إكس أو لا اثنان إكس زائد واحد عامل لي اثنان إكس راه زائد هنا ناقص اثنان إكس راه بحال كي درتي لي زائد كي درتي ناقص زائد واحد، حيتاش هذه أ وهذه أ، هذه بي هذه بي، كتختلف غير في الناقص تساوي. يعني إلا بغينا نطبقو هذه مباشرة غادي تساوي لنا أ أس اثنان اللي هي اثنان إكس أس اثنان ناقص واحد أس اثنان.
نيشان كتطبق القاعدة. ما بغيتيش تطبق القاعدة كدير النشر، هذا مع هذا، هذا مع هذا، هذا مع هذا، هذا مع هذا. حيتاش هاد المتطابقات علاش مديورين اصلا؟ راه غير باش تسهل عليك العملية منين تكون تدير شي عمليات كبار تتلقى المتطابقات الهامة مباشرة كدير الحل ديالها. مثلا لقيتي شي عدد بحال هذا وبغيتي تنشرو، ماشي الله غادي تجي ودير ليه A زائد B مضروبة في A زائد B وعاد تنشرو عاد تخرج لهذه. مباشرة لقيتي A زائد B وست اثنان غادي دير تساوي وتحط هذه. يعني تكون عارف اش كتساوي. يعني هذه مازال ما كملناهاش، تساوي 2 اس 2 هي 4 اكس اس 2 ناقص 1 ناقص 1، حيت 1 اس 2 تساوي 1. يعني هذو هما المتطابقات المهمين في المستوى الاعدادي تقريبا، ما بغيناش نديرو اس 3 ونطلعوا الفوق، الا اننا غادي نديرو واحد القضيه ديال النشر والتعميد. مثلا الا بغى يعطيك شي تمرين اللي تكون شي شويه قاصحه. مثلا 25 اكس اس 2 ناقص 4، قال لك عمل لي هاد يعني هاد المعادله هذه او لا هاد العمليه 25 اكس اس 2 ناقص 4. انت اش غادي دير؟ غادي تحاول تطبق شي وحده في هادو. دائما ملي كتلقى واحد العدد ناقص واحد العدد مباشره كتفكر في هذه، خصوصا الى عندك اس 2 كتفكر كيفاش تخرج هذه، حيت حنا دابا في التعميل، الانتقال من هنا لهنا كيتساوي التعميل والانتقال من هنا لهنا هو النشر. دابا بغينا التعميل، قال لك عمل ما يلي. اش غادي دير؟ خاصك تخرج من هاد 25 شي حاجه، يعني خاص يكون عندك ا اس 2 هنا ويكون عندك ب اس 2 هنا. اش غادي نديرو؟ عندي 25 هي 5 اس 2، 5 في 5، الى عندي 5 اس 2، عندي هنا 5 اس 2 وعندي هنا اكس اس 2، على حسب الدرس اللي درنا في القوى راه غادي تعرف اشنو غادي نديرو. داكشي علاش سبقنا القوى باش نفهموا داكشي اللي جا. 5 اكس اس 2 حيتاش عندك اساس مختلف واس ونفس الاس، اش غادي نديرو؟ كنضربوا الاساس وكنحتفظوا بنفس الاس. 25 اكس اس 2 ناقص هذا 4، الا بغينا نديرو ليه اس 2 هي 2 اس 2. يعني كيف ما كتشوف هنا عندي ا اس 2 ناقص ب اس 2، حتى هنا عندي ا اس 2 ناقص ب اس 2، بحيث ا يساوي 5 اكس و ب يساوي 2. اش غادي ندير هنا؟ غادي ندير 5، يعني صافي اش غادي ندير؟ حيت ما الا بغيت نحسبها غادي نخرج في هذه، هذا هو التعميل فقط، غنزيد حتى حاجه اخرى، الا انني غادي نرجعها من هنا لهنا. عندي ا اس 2 ناقص ب اس 2 تساوي 5 اكس زائد ب عامل لي 5 اكس ناقص 2 ا ناقص ب. هذا هو التعميل ديال هذه المعادله هذه. يعني خاصك تكون حافظ جدول الضرب، حيتاش يقدر يعطيك شي ارقام هنايا اللي يكونوا طالعين شي شويه، وبالتالي غادي يخصك المضاعفات والقواسم. انا خاصك تكون عارف القواسم وبالتالي غادي تحصل. يعني غادي نشوفوا شي عمليه اخرى، شي عمليه اخرى مثلا اللي تكون اللي تقدر تستعمل فيها شي وحده بحال هذه. مثلا شي رقم اللي يكون مثلا أربعة إكس مثلا ناقص 12 إكس زائد 9، عمل، قال لك عمل لي هذه. أشنو غادي يخصك دير؟ لقيتيها بحال هكا فيها ناقص وزائد غادي تفكر في هذه، لقيتي فيها زائد وزائد غادي تفكر في هذه، وكلهم بحال اصلا. شنو غادي نديرو حنا؟ غادي نفكروا في هذه، كيفاش غنخرجوا ا ديالنا وبي ديالنا؟ هادشي اللي خاصنا نديرو. اشنو هو ا في هذه الحاله؟ يعني غادي نحاول نفكك الاعداد باش يبان ليا. عندك هنا 4 خاصك عفوا راه خاص يكون هنا اس 2،
ردوا البال. اثنان اكس اس 2، حيتاش 2 في 2 تساوي 4 ناقص، الا شفتوا هذا 12 غادي ندير 2 في 2 اكس في 3 زائد، حيتاش 2 في 3 كتساوي 6، 6 في 2 تساوي 12، ها هي هاد التسعة هذه غادي ندير 3 اس 2. يعني كيف ما كتشوفوا هنا ا هي 2 اكس ها هي خرجتها هنا، وبي هي 3 ها هي خرجتها هنا، وهذا 2 هو المعامل اللي تيكون عندي هنا. يعني التعميل ديال هذه اشنو غادي يساوي؟ غادي يساوي ا اس 2 راه لهي ا غيساوي ا ناقص، عفوا ا هو 2 اكس ناقص بي اللي هو 3 اس 2. هذا هو التعميل ديال هذه المعادلة هذه باستعمال المتطابقات الهامة. دابا غادي ندير واحد الجدول، غنعطيكم واحد الجدول ديال واحد الطريقة اللي هي زوينة الى مثلا بالنسبة للناس اللي كيتلفوا لهم هذه المتطابقات هادو. عندك ا زائد بي، نعطيكم واحد الجدول هنا غادي نتحدثوا على الجدول ديال المتطابقات الهامة. هذه المتطابقات الهامة مثلا ا زائد ب اس 1 شحال كتساوي، اس 2 شحال كتساوي، اس 3 شحال كتساوي، اس 4، يعني تقدر تخرج منها متطابقات هامه يعني كبيره تكون هنا اس 10 ولا اس 5 ولا اس 6، يعني بالطريقه السهله. كيفاش غنديروا ليها؟ غادي ندير ا زائد ب اس 0، هذه اش كتساوي؟ اي حاجه اس 0 تساوي 1 1. ندير ا زائد ب اس 1، هنا تساوي غادي تساوي هذه ا زائد ب، ما غاديش نبقى نكتب هادو حتى الاخر باش تبان لكم كيفاش، غادي نوضعهم كاملين بعدا. عاد ا زائد ب اس 2 نكتب بلون مغاير، ا زائد ب أس 3 أ زائد ب أس 4 ثم أ زائد ب أس 5. ما عرفتش هاد التحتانية واش كتبان لكم ولا لا. المهم هنا غادي نكتب هنا واحد وغادي ندير الصفر، غادي نكتب هنا واحد 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 واحد، يعني المعامل واحد هو هذا. هاد المعاملات اللي تنكتب هنا هما اللي تيكونوا قدام هادو، 2 1 هنا 1 2 1. هذا اس 2 هذه غادي تكون عندي، هذه اس 1 غادي تكون عندي غير واحد، ها هي المعاملات واحد، ولكن هذه اس 2 خاص تكون عندي المعامل واحد هنا والمعامل واحد هنا، يعني واحد هنا واحد هنا، غادي نديرهم كاملين. ثم إذا بغيت نكتب هذا كندير واحد زائد واحد اثنان، ثم نكتب واحد في الأخر، نمشي ثاني لتحت تنكتب واحد واحد زائد واحد ثلاثة، واحد زائد اثنان تساوي ثلاثة، اثنان زائد واحد تساوي ثلاثة، ونكتب في الأخر واحد، كنسبق واحد وندير هادو اللي قبل منه، واحد زائد ثلاثة تساوي أربعة، ثلاثة زائد ثلاثة تساوي ستة، 3 زائد 1 تساوي 4، ونختمها بواحد دائما. ثم 1 زائد 4 تساوي 5، 4 زائد 6 تساوي 10، 6 زائد 4 تساوي 10، ثم 5 زائد 1 تساوي 6، ثم نختمها بواحد. هادو معاملات، ما عرفتش كنتمنى يكون كيبان هنا حيتاش ما عرفتش واش كيبان ولا لا. اذا كيفاش غنديروا دابا باش نلقاو المتطابقات الهامه؟ هذه قلنا كتساوي واحد، غادي نكتب هنا واحد، هذه ا بي، اشنو كنديرو؟ كنكتبو هادو ثلاثة ديال، ولا تنكتبوهم شحال من مرة عندنا تما، مثلا هذه أس 2، اش كندير؟ ياك أس 2 كندير هنا، نكتب بالأصفر أحسن، كندير هنا ا بي، كنبدا من أس 2، من أس 2، ا أس 2 زائد ا بي
أس اثنان أس واحد ثم زائد أب أس صفر. ياك إلا بديت من هنا ما عرفتش واش كتبان لكم هذه أب هنا أس صفر هنا اثنان واحد صفر غنبدا ثاني من هنا اثنان واحد صفر وهذه اش ما كتساوي أس اثنان بأس صفر شحال أس اثنان بأس صفر شحال هي واحد ما غاديش نكتبها حيت أ في واحد تساوي واحد أ في ب هي أب زائد أس صفر هي واحد ما غاديش نكتبها و بأس اثنان غادي نجي للمعاملات هذه راه مازال ما سالتش حيتاش أ زائد ب شوفوها أس اثنان زائد اثنان أب زائد بأس اثنان هنا عندي مازال ما درتش المعاملات غندير معامل واحد هنا يعني ما كاينلاش هنا اثنان غنكتب هنا اثنان أب زائد واحد في أب غنكتب هنا واحد يعني هذه كيف ما كتشوفوها هي نفس الشيء بالنسبة للمتطابقة الهامة اللي عندها يعني اللي عندها أس ثلاثة اش غادي ندير؟ غادي نبدا ثاني بأب أب أس ثلاثة زائد أب أس اثنان زائد أب أس واحد زائد أب أس صفر ونبدا ثاني من هنا ثلاثة اثنان واحد صفر مزيان ونجي ندير المعاملات واحد ثلاثة ثلاثة واحد واحد ثلاثة ثلاثة واحد نجي نمسح داكشي اللي غيعطيني واحد أ أس صفر يساوي واحد أ ب أس صفر يساوي واحد غادي تبقى لي المتطابقة الهامة اللي هي أ أس ثلاثة زائد ب أس ثلاثة غنمسح هذا باش نكتب في بلاصتهم أ أس ثلاثة زائد ب أس ثلاثة تساوي أ أس ثلاثة زائد ثلاثة أ أس اثنان ب ب أس واحد هي ب زائد ثلاثة أ ب أس اثنان زائد ب أس ثلاثة هذه هي المتطابقة الهامة من الدرجة الثالثة نفس الشيء من الدرجة الرابعة نفس الشيء من الدرجة الخامسة من خلال هذا الجدول تقدر تخرج أي متطابقة هامة بغيتي يعني تقريبا هذا الشيء اللي عندنا هذا الشيء اللي عندنا في الدرس ديالنا وتقريبا يعني انتظرنا في الدروس المقبلة غادي نديرو سلسلة يعني درناها سلسلة ما شاء الله غنديروها هذا الدرس الرقم يعني الرقم 4 في هذه السلسلة هذه نتمنى تكونوا استفدتوا شوية دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته